السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي. اليوم في هذا الفيديو ردا على طلب مجموعه من المتتبعين ديالي اللي طلبوا مني نعمل لهم جوله في غرفه الاطفال ونعطيهم افكار وحيل بسيطه وجميله. نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو. ما نطولش عليكم، نمروا نشاهدوا كيف. واول شيء نتمنى ان الاضاءه تكون واضحه عندكم لانه كاين شويه الشعه. اول شيء نبداو بخزانه الملابس. فكيف ما كتلاحظوا فانا غالقه بواحد الباندا او لاستيك، يعني اللي كيكون متوفر في كل بيت. فاطفالي انايا يعني دائما كيحاولوا يبقاو يحلوا الخزانه، اللي الا مشاو تحلوها يعني كتنوض واحد الفوضى كبيره، لذلك فانا كنحاول دائما نغلقها. ونمروا نشوفوا طريقتي في تنظيم الملابس. فكيف ما كتلاحظوا هنايا معلقه فقط الملابس التقليدية الخاصة بأطفالي، مثلا قفيطنات التكيشطات الملابس ديال المناسبات، ويعني الكسيوات ديال الطفلة ديالي وغيرها. والفوق فهذيك هي أهم فقرة بغيت نشاركها معكم. فكيف ما كتلاحظوا مرة أخرى وكيف عودتكم، يعني دائما كنعتمد في التنظيم ديالي على هاد السلات البلاستيكية اللي كينظموا بشكل كبير، وكذلك يعني الثمن ديالهم جد بسيط، يعني فالثمن ديالهم هو تقريبا 2 دولار، تقريبا يعني 15 درهم مغربية. وهذا التيكيتات اللي واضعة فيهم فهذاك فقط ورق مقوم ملون، يعني يمكن تشريه وتعمليه بنفسك وتقطعيه يعني بشكل اللي بغيتي، دائري او مربع، وتكتبي فيه مثلا كل سلة اشنو فيها. فهل مثلا سراول، تريكوات ديال الفوق، بيجامات، طريبشات، القبيات، يعني اشياء عديده. وهكا يعني فاش كتبغي مثلا تجبدي الملابس كتجري مثلا الشبكه اللي بغيتي، وكتبحال مثلا بالنسبه انايا السراول فانا عاملاهم بهالطريقه باش كيكونوا واضحين، ما عاملاهمش واحد فوق واحد، هكذا بهالطريقه يعني كتجبدي وكتهزي السروال اللي بغيتي. ويعني فباقي الاشياء يعني تقريبا منظمها بنفس الطريقه. وفي الاسفل وضع واحد السلات اللي كبيره الحجم، ويعني كيمكن لك توضعي فيها مجموعه الاشياء، مثلا تقدري توضعي فيها الملابس المتسخه ديالهم او الملابس مثلا اللي باقي ما كتستعمليش، يعني يمكن لك توضعي فيهم اشياء عديده. فانا واضعه فيهم فقط الالعاب والنونوسات والمونيكات، وخديتهم بثمن 3 دولار تقريبا 21 درهم مغربيه. وبالنسبه للناس اللي كيسكنوا في المغرب ف ايكيا يعني متوفرين فيها بشكل كبير. وهنا في الجنب فوضعه واحد الطاجيرات اللي فيهم واحد العلب بلاستيكيه ديال دوره، وكل علبه كتوفر على اشياء معينه، مثلا هذه فيها باربيات، هذه مثلا السيارات اللعب ديالهم، وكل وحده كيكون فيها شيء معين. فبالنسبه لهاد الطاجيرات يمكن لك تعمليهم كذلك بنفسك، مثلا تمشي عند النجار يعمل لك واحد 3 طاجيرات او 4، وانت توضعي فيهم مثلا هاد العلب او مثلا هذوك السلات البلاستيكيه اللي ذكرت في الالوان، يعني كيبقى لك انت الاختيار. وصراحه كينظموا بشكل كبير، وكذلك كيسمحوا لك انك تحكمي في طريقه اللعب ديال الطفل ديالك. فحب مثلا ماشي تجبدي ليه مثلا الالعاب كلها، فمثلا كل يوم جبدي ليه مثلا واحد جوج علبات باش ما يملش الالعاب ديالو، لانك الا جبتي ليه كل شيء فكل شيء يعني كتعرفوا الطفل يعني سريع الملال، دغيا كيمل الالعاب ديالو. فانتي حاولي تحكمي في طريقه اللعب ديالو. وهنايا وضع هذا لافاليز ديال سفر الطفله ديالي، وفي هاد العلبه فهي كذلك فيها مجموعه من السيكان ديالها، وهنايا هاد السبوره ديالها، وكذلك في هذه وضع فيها مجموعه من الاحذيه والبنطوفات ديال البيت. فكان هذا هي طريقتي في تنظيم الخزانه. وفي الباب ديالها فكذلك مستغله كيف ما كتلاحظوا وضع فيه واحد العلاقات. فبالنسبة لهاد العلاقات فأكيد كتعرفوهم، كنستعملوهم كثيرا في الحمام، يعني كتعلقي فيهم مثلا فوطات أو سريبتات. فأنايا وضعتهم وعلقت فيهم هادو اللي وضع فيهم هاد الحقائب ديال الطفلة ديالي، وكذلك نفس الشيء الفوق. وكان هذا هو كل شيء في طريقة تنظيم الخزانة. نتمنى أنكم تكونوا خديتوا أفكار يعني ولو بسيطة. ونمروا الان نشوفوا هنايا في جانب وضع واحد
العلاب اللي شريت هادو شريتهم ب$3 الوحده، فهادو يعني عندهم جوج ادوار، يعني يمكن لهم مثلا الطفل ديالك يجلس عليهم مثلا الا بغى يلعب، وكذلك يعني كتخزني فيهم الاشياء اللي بغيتي، فانا مخزنه فيهم كذلك مجموعه من الاشياء. وهنايا في هذا المجوره فدوك وضع فيهم بعض الملابس ديال الطفل ديالي لانه باقي صغير، فالخزانه عاملها فقط للطفله ديالي، وهو فقط عمل ليها كان ان شاء الله تنحولوا الغرفه ديالو بوحدو. وهنايا وضع لهم واحد التلفاز اللي خاصه فقط بالرسوم المتحركه ديالهم، وبطبيعه الحال انا اللي كنتحكم في الوقت ديال المشاهده ديال الرسوم. وهنايا وضع واحد ما عرفتش نقولوا الاسم ديالها، ولكن يعني بحال بروجيكتور مثلا فاش كنوضعهم في وقت النوم ديالهم كيكون فيوس، وكذلك في واحد البروجيكتور هنا كيضرب في السقف اللي كيبداو يدور لهم واحد الرسوم اللي كيساعدوهم يناموا بسرعه. وهنا موسيقات، مجموعه من الموسيقات الهادئه اللي كتساعد الطفل في النوم. وهذا فهو خاص بهاد الكاميرا اللي واضعه هنايا، فهاد الكاميرا مثلا فاش كنوضع الطفل الاطفال ديالي مثلا مع السابعه والنصف في الفراش ديالهم كنراقبهم وكنتابعهم بهاد الاله. نشعلها باش نوريكم اكثر. فهادي كتسمح لي انني نتكلم معاهم، مثلا الا ضغطت على هادي بحال مثلا بغيت نهضر فكتسمعوا ان الصوت ديالي كيتسمع هنايا، يعني كنقدر نتواصل معاهم بها، وكذلك كنقدر نشاهدهم بجوج بحال مثلا هذا هو بيتنعس الطفله وهذا الطفل ديالي، وكنقدر نزومي نشوفهم اش كيديروا. وكذلك الا وضعتهم يلعبوا كنت مثلا انا في الغرفه ديالي فكنقدر نتحكم ونشوف كل شيء اش كيوقع في الغرفه، وكنسمع كذلك الصوت ديالهم. وهذيك يعني ما كتخدمش بالضو فكتشارج بحال التليفون. المهم بغيت نشارك معكم هذه الفكره، ويعني كتقدر تدوري تشوفي الغرفه كامله اش كيوقع فيها. وهنايا فهذا واحد ورق مقوى اللي وضع فيه الاسم ديال الطفل ديالي، فاكيد غادي تقولوا هذا الاسم غريب، فعلا هو اسم يعني نادر كثيرا، ولكن هو كيبقى اسم عربي قديم جدا جدا، والمعنى ديالو هو سيد القوم وخادمهم، يعني المعنى ديالو جد رائع، وانا من المحبه ديال الاسماء اللي كتكون قليله وعندها المعنى جميل. وهنايا وضع واحد اللصاقات ديال اللي كيبغيو الاطفال، وكان هذا هو السرير ديالو. وهنا في الاسفل وضع بعض الالعاب الموسيقيه اللي كيبغيو يلعبوا بها. وهنايا وضع واحد الكوافوز اللي صغيور ديال الطفله ديالي، وهنايا وضع فيه مثلا هاد المجيرات وضع فيهم الباندات، وهذا فهذا عملته بنفسي يعني صراحه رائع. يعني هادو فقط واحد العلاب اللي كنت يعني فني كيخواو ليا كرميهم، واحد النهار قلت علاش ما نستغلهمش ولصقتهم مع بعضياتهم باللصاق، وضعت فيهم هكا الباندات. يعني فاش كتحتاجي شي باندا كيكونوا جميع الالوان واضحين، وكتجبديها بسهوله وكترديها كذلك بسهوله. وهنا موجود سرير النوم ديال الطفله ديالي، كذلك كاتبه الاسم ديالها مره اخرى، اسم غريب ونادر، فهو اسم فارسي وعربي، والمعنى ديالو هو الفرحه الكبرى. فاكيد الناس بزاف ملي كيسمعوا كيقولوا هاد السميه يعني غريبه، فالاسم ديالها هو اليزا. وهنا ملصقه بعض الصور ديالها وبعض الفراشات والورود. وهنايا هاد الوريدات هادو اللي شريتهم ب$1 الواحده وفقط، فكان هادي. وهنا واحد السياره صغيره ومخصه لهم واحد المكان اخر صغير فين كيجلسوا ويلعبوا وكيبقاو بجنبي كنقدر نراقبهم، لان الغرفه ما كيدوزوش فيها واحد الوقت اللي كبير. واكيد انكم كتستغربوا كتقولوا مثلا الاطفال ديالها قداش، فاطفالي يعني باقين صغار، ولكن وضعهم في غرفه لوحدهم، فبالنسبه للطفله ديالي اللي هي الكبيره فيعني حاولت نوضعها في غرفه لوحدها ملي كانت عندها 9 اشهر، وبالنسبه للطفل ديالي فاش تزاد خليتهم جنبي لمده 3 اشهر وحولته جنب الاخت ديالو. فانا عزيز عليا انه نحاول نخلي الدراري اولاد ديالي يعتمدوا على نفسهم في سن مبكره، كيف ما قلت لكم كذلك بالنسبه للاكل وبالنسبه للعب وبالنسبه لمجموعه من الاشياء. وما نطولش عليكم، نتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره واستفدتوا ان شاء الله من هذا الفيديو، خديتوا افكار عن تنظيم وترتيب غرف الاطفال، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد عن طريقه ترتيب مستلزمات وكل ما يخص الطفل من يعني ادويه من حمام، يعني بالنسبه للناس اللي يلا مبتدئين مع الاطفال
فان شاء الله غادي ناكد لكم انكم كنأكد لكم انكم غادي تستافدوا كثيرا ان شاء الله من الفيديوهات الجايه. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.